انا شاركت. برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، ودايما الفن هو اللي بيعبر عن كل الأحداث اللي بيعيشها أي مجتمع من المجتمعات، والفن المصري كان ليه دور كبير قوي في التعبير عن السنوات الخاصة بحرب أكتوبر المجيدة، سواء من خلال الكلمة في الأغنية، سواء من خلال اللحن، سواء من خلال الأعمال الدرامية والفنية اللي تم تجسيد يعني عدد من المواقف فيها، وإن كان الحقيقة يعني في قصور إلى حد كبير جدا في الأفلام اللي تناولت حرب أكتوبر. محتاجين أفلام أكتر من كده، محتاجين نعرف أولادنا وشبابنا بحرب أكتوبر، لأن للأسف الأجيال الجديدة محتاجين أكتر وأكتر علشان يشعروا بأهمية هذا الانتصار بشكل كبير. ولكن دائما وأبدا الفن الاستعراضي بيكون ليه الأساس في الاحتفالات الخاصة بكل مناسباتنا السعيدة. فن الاستعراض ودوره في احتفالات أكتوبر وزي بيعبر عن هذه الملحمة، تأكيد ده شيء مهم جدا. اسمحوا لي أن أنا أتكلم فيه مع ضيفي اللي مشرفني النهاردة. برحب بالأستاذ أحمد صقر، مصمم الاستعراضات. أهلا بيك يا فندم، منورنا. أهلا بيك، كل سنة طيبة. كل سنة وحضرتك طيب. مصر كلها طيبة يا رب، دايما كده مصر بخير وكل أبناء مصر بسعادة يا رب بإذن الله. أستاذ أحمد، يعني خليني أبدأ كده مع فن الاستعراض. و الاول قبل ما ابدا كمان انا برحب بمحمود، محمود صقر راقص التنوره. اهلا بيك يا محمود، منورنا. مستعد؟ طب هنتكلم بس مع بابا وبعدين نرجع لك على طول. قولي بقى، الاستعراضات الخاصه باكتوبر بيكون ليها شكل مختلف عن اي استعراض تاني؟ طبعا دايما في عروض احتفالات اكتوبر بنركز في الحاجات الوطنيه، بنركز على المهارات الادائيه والروح القتاليه العاليه. شاركنا طبعا عملنا عروض كتير لاكتوبر قبل كده، ما بين عروض رياضيه وعروض استعراضيه. كان ليا الشرف ان انا شاركت في عروض كتير، وكان اهمها وقت ما كنا بنستلم علم مصر من اسرائيل في العريش في الثمانينات مع الرئيس الراحل انور السادات. تمام. طبعا عروض اكتوبر دي لها طعم خاص ومذاق خاص واحداثه بتبقى جميله. اكيد بيبقى في كده عناصر معينه بتبقى هي الاساس دايما في الاستعراض. مع حرب اكتوبر بتركز على ايه؟ بنركز على الخطوات القوميه الوطنيه. الاداء العسكري القوي الناشف اللي هو بيعبر عن رمز القوه والاداء الابداعي. بعد كده بنستعرض من خلال المحافظات وبهجتها وفرحتها بالانتصار. طبعا الملابس بتعبر بشكل جميل جدا من ناحيه البيئات المختلفه. فنص دي كلها ادواتك اللي بتعتمد عليها في اي استعراض بتقدمه. طبعا. تمام. بيزيد عن ذلك طبعا التدريبات بقى المهاريه للراقص ذات نفسه واعداده وتجهيزه. اكيد. للأجواء. وعندنا الحمد لله يعني فرق الحقيقه على قدر كبير جدا من القدره. عايزين نشوف بقى التنوره كده ونستمتع بيها. محمود هيقدم لنا ايه؟ محمود هيقدم فقره عن التنوره برضو. يعني ايه جايبه النهارده بشكل بدوي. لازم. سينا بقى واسترداد سينا الحبيبه، فهيفرجنا على فقره. انا شايفه معاك كمان اطواق، يعني احتفال بقى. حاجه تبهج. وهو على فكره كمان من متفوقين مدرسه الطبري ما شاء الله. يعني مجرد طبعا الهوايه بتشغله وبتديله طبعا طاقه وحماس. بتديله ثقه. اتفضل يا محمود. الغربية نبدأ بالصحراء الغربية نبدأ بالصحراء الغربية
والسلو متعز علي ومطروح بوادي وحرار مطروح بوادي وحرار والسلو متعز علي ومطروح بوادي وحرار مطروح بوادي وحرار والبحيرة واسكندرية البحيرة واسكندرية البحيرة واسكندرية البحيرة واسكندرية فيها ناس اصحاب اللي فنانين عزاز علي عارفين الواجب فنان عارفين الواجب فنان فنانين عزاز علي عارفين الواجب فنان عارفين الواجب فنان وعارفين الواجب غيرنا شمال وجنوب سينا شمال وجنوب سينا شمال وجنوب سينا فيها ناس تعز علينا في العريش عرب حرار العريش عرب حرار فيها ناس تعز علينا في العريش عرب حرار العريش عرب حرار الغرب نقع عربان غوالي والبحر الأحمر في ذالي سكانة ديما غوالي ناس عرب أصحاب النار ناس عرب أصحاب النار الغرب نقع عربان غوالي والبحر الأحمر في ذالي سكانة ديما غوالي ناس عرب أصحاب النار ناس عرب أصحاب النار ناس عرب أصحاب النار ناس عرب أصحاب النار فسد ويس والشرقية بفايد واسمع علي فسد ويس والشرقية بفايد واسمع علي المعازة واسمع علي المعازة واسمع علي بالبيس وكل السلحية وفي القبائل شملي يا عربان المنوفية والمنصورة والغربية يا عربان المنوفية والمنصورة والغربية وما ننساش القليوبية ولا ننسى المنصورية اللي غرب البحر اللي غرب البحر عمري ما ننسى المنصورية اللي غرب البحر اللي غرب البحر وهاللي في بلاد الجيزة مرحب يا عربان الجيزة مرحب يا عربان الجيزة مرحب يا عربان الجيزة الأهرامات علي عزيزة وسكارة بلاد الآثار سكارة بلاد الآثار الأهرامات علي عزيزة وسكارة بلاد الآثار يا محمود انا بشكرك جدا يا محمود الحقيقه الوقت بيعدي بسرعه لكن احتفالات اكتوبر هتفضل موجوده معانا دايما وهنفضل نحتفل بهذا اليوم اللي قدرنا ان احنا نغير شكل التاريخ كله فيه انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد نورتني شكرا جزيلا لحضرتك محمود شكرا يا محمود بتمنى لك التوفيق ان شاء الله في دراستك وان شاء الله مصر في انتصارات على طول باذن الله احنا هنختم على محمود وهو بيقدم لنا رقصة للتنورة برضو لكن أنا بشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا النهاردة كل سنة وحضراتكم طيبين تحية لروح كل من شارك في حرب أكتوبر المجيدة تحية للقائد الراحل محمد أنور السادات صاحب قرار الحرب والسلام تحية لكل أرواح شهدائنا من أبنائنا اللي جادت أرواحهم على أرض سيناء واللي مازال حتى الآن النهاردة كل الشباب بيضحي بحياته علشان رفعت مصر ودائما وأبدا تحيا مصر بإذن الله وهنستمتع مع الاستعراضات واحتفالاتنا بنصر أكتوبر المجيد وهنستمتع كمان بالتنورة بشكركم وبكرة بإذن الله فريق عمل جديد مع مصر جميلة تفضل يا محمود I'm